القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تدعو جميع المسلحين إلى مغادرة الأحياء الشرقية لمدينة حلب. وحدات من الجيش والقوات الرديفة تستعيد السيطرة الكاملة على مشفى الكندي. وبلدة حضر في ريف القنيطرة صامدة رغم إرهاب التنظيمات المدعومة إسرائيليا. أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذه الساعة الإخبارية. دعت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة جميع المسلحين إلى مغادرة الأحياء الشرقية لمدينة حلب. وقالت القيادة العامة للجيش في بيان لها: ندعو جميع المسلحين إلى مغادرة الأحياء الشرقية لمدينة حلب وترك السكان المدنيين يعيشون حياتهم الطبيعية. وأضافت القيادة العامة للجيش أن قيادتي الجيشين السوري والروسي يضمنان للمسلحين الخروج الآمن وتقديم المساعدات اللازمة. أكد مصدر عسكري أن وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية استعادت السيطرة على عدد من المزارع والأبنية في منطقة الدرخبية بريف دمشق. مزارع الدرخبية الواقع إلى الشرق من خان الشيح في ريف دمشق، مناطق حولها الإرهابيون إلى قواعد للاعتداء على المواطنين ونقاط الجيش العربي السوري تعود الآن إلى حضن الوطن. نحن مجموعات الدفاع الشعبي المساندة للجيش العربي السوري قدرنا اليوم اقتحام مزارع درخبية. الحمد لله قدرنا نتوفق بأكثر من مكان وقطع مسافة كبيرة عن المسلحين بمنطقة خان الشيح، وقدرنا ناخذ أكثر من 3 كيلو متر محيط مزارع الحمد لله، وقدرنا أنه نحصل على كثير معدات للمسلحين، ولساته الشغل لهلا قائم إن شاء الله، وتقدم كبير للجيش، يعني نحن ما لنا موقفين وماشيين بالعمل. استهداف خطوط الإمداد الإرهابيين ومحاور تحركهم بين الدرخبية وخان الشيح لعب دورا بارزا في شل تحركهم وتشتيتهم وإيقاع خسائر كبيرة في صفوفهم. احنا هون عم نستهدف طرقات المسلحين بين زاكي وخان الشيح ومنطقة الدرخبية، وفرضنا عليهم حالة شبه شلل بالتحرك على هذه الطرقات، والحمد لله تم استهداف عربات وآليات لإلهم. مناورة نفذها الجيش العربي السوري على كافة المحاور أدت إلى تقدمه على الأطراف الغربية الشمالية المعقل الرئيسي لإرهابي جبهة النصرة. تم السيطرة على بعض المباني في منطقة مزارع شمال غرب خان الشيح، حيث قامت وحدات الهندسة بتفكيك العبوات الناسفة التي قامت المجموعات الإرهابية المسلحة بزرعها في هذه المباني، وكانت هذه العبوات مضادة للأفراد ومضادة للدبابات. هذا التقدم الجديد يمنح الجيش العربي السوري عمقا جغرافيا يسهل عليه التحكم في مجريات وسير المعركة وتضييق الخناق أكثر فأكثر على الإرهابيين. وحدات من الجيش والقوات المسلحة تحقق تقدما جديدا في ريف حلب الشمالي وتستعيد السيطرة الكاملة على مشفى الكندي وتلال ومزارع استراتيجية جنوب غرب مخيم حندرات. وليد هنايا والتفاصيل. مشاهدينا نتابع عبر عدسة الإخبارية السورية في العمق مباشرة مقطع البجارة، هذا المقطع وهذه النقاط استعادت عليها مؤخرا وحدات الجيش العربي السوري السيطرة. هذه السيطرة أتت بالتزامن مع عمليات أخرى شهدها هذا المحور باتجاه معامل الشقيف، هذه النقطة بالتحديد مقطع البجارة نلاحظ في العمق رفع العلام علامة الجمهورية العربية السورية، وهذا المكان بالتحديد أتاح للسيطرة النارية باتجاه معاقل الإرهابيين على طول معامل الشقيف ووصولا إلى مشفى
الكندي. إذن هذه النقاط كانت لها أهمية كبيرة بتوغل قوات المشاة والقوى الأساسية باتجاه مشفى الكندي وباتجاه معامل اللشقية. مشاهدينا، نحن داخل مشفى الكندي، هذا المشفى الأسطوري والصامد الذي صمد في وقت سابق لعدة أعوام، ومن ثم قامت المجموعات الإرهابية المسلحة في السيطرة عليها أواخر عام 2013. هذه السيطرة التي أتت من قبل الإرهابيين عبر عدد من العربات المفخخة والمحملة بالأطنان. نلاحظ واقع الدمار الكبير الذي ألحقته المجموعات الإرهابية المسلحة في هذا المشفى بعد تفجيره بالكامل. الجيش العربي السوري وصل إلى هذا المشفى عبر خطط تطلبت التكتيك والحكمة والدقة والسيطرة على عدد من التلال الاستراتيجية في محيط مشفى الكندي. على يمين عدسة الإخبارية السورية عدد من النقاط التي استردتها وحدات الجيش العربي السوري في وقت سابق. هذه النقاط أدت أيضا لتأمين المحور بشكل كامل. في العمق واقع مخيم حندرات، هذا المخيم الذي استعادت عليه وحدات الجيش العربي السوري سيطرتها خلال الأيام القليلة الماضية، وهذا ما أتاح لوحدات الجيش العربي السوري السيطرة النارية باتجاه مشفى الكندي. نلاحظ بأن واقع استراتيجي مخيم حندرات مرتفع استراتيجيا ومحيط فيه عدد من التلال الاستراتيجية، من تلك التلال تل البقارة. الجيش العربي السوري عندما تقدم قام بتمهيد ناري عبر كافة الوسائط النارية باتجاه هذه النقاط، ومن ثم قوات المشاة قوات الأساسية كان لها دور بالاقتحام والتوغل، وأخيرا وصولا إلى داخل هذا المشفى، مشفى الكندي الذي استعاده أبطال الجيش العربي السوري إلى أرض الوطن، والعمليات مستمرة باتجاه باقي الأحياء الشرقية من مدينة حلب. تم تخطيط هذه العملية وتحرير مشفى الكندي، وبهمة هؤلاء الأبطال وسبع رجال تم تحرير مشفى الكندي وبسرعة عالية جدا، يعني خلال أقل وقت أو زمن تم تحرير هذه المنطقة، طبعا بالتخطيط الحكيم للقادة الميدانيين والقيادة العسكرية في حلب. نشكر كل المقاتلين اللي كانوا معنا اليوم، اللي كانت عملية اقتحام ناجحة، وأهم شيء أنه كانت عملية نظيفة لدرجة لا تتصور. الحمد لله بهمة هاي الشباب الموجودة، والشيء الأهم إيماننا نحن بقضيتنا، إيماننا نحن أنه نحن هاي أرضنا هي عرضنا. الحمد لله رب العالمين، تمكننا من السيطرة على مشفى الكندي بحلب بدقائق عديدة. المسلحين ما صبروا قدامنا دقائق معدودة، انهزموا فورا، قدرنا نقتل اللي بنقتله والباقي فر، وإن شاء الله رح نلاحقهم ورح نحرر كامل الأراضي السورية. عمليات عسكرية حققت من خلالها وحدات الجيش العربي السوري النصر الكبير عبر الوصول إلى مشفى الكندي، لا سيما بأن العمليات المستقبلية سوف تشهد انتصارا كبيرا باتجاه الأحياء الشرقية. وليد هناي، الإخبارية السورية من داخل مشفى الكندي شمالي حلب. وفي دير الزور، حيث أكد مراسل الإخبارية أن الجيش دمر تحصينات لتنظيم داعش وقضى على عدد من الإرهابيين باستهداف تجمعاتهم على اتجاه المالحة. وكاميرا الإخبارية توثق استعادة الجيش والقوات الرديفة السيطرة على تلة أم عبود جنوب البانوراما. مراسلنا أحمد الحمدوش والتفاصيل. تم التسلل إلى هذه النقطة من قبل عناصر تنظيم داعش الإرهابي من هذا الطريق. تبع من هنا تواجد عناصر تنظيم داعش الإرهابي، طبعا من الناحية الاستراتيجية لتلة أم عبود فهي تشرف على طريق إمدار عناصر تنظيم داعش القادم من مدينة الميادين، بالإضافة إلى أنها حامي للبانوراما ويعتبر مدخل دير الزور. هنا في هذا المكان الذي نتواجد فيه تماما دارت أشرس أنواع الاشتباكات بين رجال الجيش العربي السوري وعناصر تنظيم داعش الإرهابي. هنا تكبدوا خسائر كبيرة بالأرواح والعتاد. هنا سجل رجال الجيش العربي السوري انتصارا جديد في دير الزور. طبعا من الناحية الاستراتيجية تلت أم عبود الذي نتواجد عليه الآن هي مشرفة على طريق الميادين الذي ترصده على أساس الكاميرا الإخبارية السورية، والذي يعتبر خط إمداد لعناصر تنظيم داعش الإرهابي. طبعا سيطرة الجيش على هذه النقطة هو قطع أحد طرق الإمداد لعناصر تنظيم داعش الإرهابي. طبعا هذه قذائف تهاون التي تم استهدافنا بها من قبل عناصر تنظيم داعش الإرهابي في محيط المكان الذي نتواجد فيه. تلي هي اسمها تلت أم عبود، تلي حاكمي ومسيطرة،
تشرف على مساحة واسعة من مدينة دير زور من أكداس الحبوب ومن تعسكر أحد التشكيلات القتاليين. المسلحين حوالي الساعة 3 ليلا حاولوا يتسللوا عليها، بالطبع تم كشف من قبل المخافر الحراسية الأمامي والرصاص. قتلنا كافة العناصر المتسللين. والنصر هذا أهدي لأمهات الشهداء جميعا، وكل الجميع سوريا الله حاميها، وإن شاء الله صامدين ورايح ندحر الإرهاب وين ما كان. حاول تنظيم داعش الإرهابي التسلل إلى هاي المنطقة الاستراتيجية، والحمد لله رب العالمين تم الصد لهم. انتصار جديد يسجله أبطال رجال الجيش العربي السوري هنا في دير زور. رسالتهم اليوم أن لا خيار لنا سوى النصر. من تلة معبود الإخبارية السورية، أحمد الحمدوش. إصابة شخص بالجروح جراء اعتداء إرهابي تنظيم جبهة النصرة على قرية حضر، والإرهابيون يحرقون عشرات الدنومات من الأشجار المثمرة جنوب القرية، حالة معاناة أهل حضر وصمودهم بوجه الإرهاب والحصار الصهيوني، ينقلها مراسلنا علي الأحمد. للوصول إلى بلدة حضر لابد لنا أن نسلك هذا الطريق الترابي المليء بالصخور والذي والممتد من بلدة حرفة في ريف دمشق الغربي إلى بلدة حضر في ريف القنيطرة الشمالي. طبعا الطريق الرئيسي مقطوع بسبب الاستهدافات الإرهابية المستمرة لهذا الطريق وعمليات القنص، فيعتبر الطريق الأكثر أمانا لمرور المدنيين. لا يوجد طريق كما شاهدتم حضراتكم وأنتم قادمون. الطريق إذا قلنا عنه أنه ترابي نكون قد جملنا الصورة كثيرا. هو طريق وعري لا يصلح حتى للمشي، إضافة إلى أنه مقنوص من قبل العصابات الإرهابية. هذا طبعا بالإضافة إلى الحصار الاقتصادي. فلاحي حضر الذين ينتظرون موسمهم من سنة إلى سنة، والموسم الأساسي الذي هو التفاح والتين، الآن لا يستطيعون الذهاب إلى حقولهم بسبب حصار العصابات الإرهابية التي تتناول البلدة في كل جوانبها. نحن بنمرق على طريق حربي، معرضين كل دقيقة للقنص وللقتل. عم نمرق تحت القنص، عم نمرق تحت الضرب. أنا امبارح عندي سيارة القوة السريعة راح يروحوني ولا سيارتي، هاي سيارتي موجودة، البلور تبعها راح تحت القذيفة. نحن عم نمرق يعني مثل طرقان حربية، يعني عم نمرق بحل هلق. نحن ما عندنا طريق نظامي. حالة من الغضب الشعبي يعيش فيها أهالي قرية حضر نتيجة الحصار الإرهابي بحكم موقعها الجغرافي الذي جعلها ضمن خطط الصهاينة للاستيلاء عليها وإقامة منطقة عازلة. من خلف هذا الشريط الشائك الذي اصطنعه العدو الصهيوني، التنظيمات الإرهابية المسلحة تتلقى دعمها الكامل وتتلقى الأوامر وتقوم باستهداف المدنيين في حضر في ريف القنيطرة الشمالي وباقي قرى محافظة القنيطرة. أيضا من هذا الطريق كما نرى بعدسة الإخبارية السورية يتم نقل قتلى التنظيمات الإرهابية المسلحة وجرحاهم باتجاه الجولان المحتل، كما هو واضح في المتواجد خلف الشريط الشائك هنا قرية مجد الشمس. أيضا يتم نقل الحالات الخطرة من جرحى التنظيمات الإرهابية المسلحة إلى داخل الأراضي الفلسطينية التي يحتلها القوى الصهيوني. محافظة القنيطرة لا زالت تقدم الخدمات المعيشية للمواطنين، ولكن وقوع الأراضي الزراعية تحت نيران الإرهابيين حالت دون إمكانية قطاف المواسم، ووعورة الطريق المقنوص منعت الكثيرين ممن استطاعوا جني محاصيلهم من إيصالها للأسواق للاستفادة من ثمنها، مطالب اعتبرها أهالي البلدة من أهم مقومات صمودهم، أبرزها تعبيد الطريق الوعر الذي اختلفت محافظتي ريف دمشق والقنيطرة على تنفيذه بذريعة وقوعه ضمن الحدود الإدارية للمحافظتين معا. يبقى صمود الحضريين عنوان كرامتهم المتأصلة منذ زمن الأجداد وتجذرهم بأرضهم، أمسى الحلم الصهيوني مستحيلا. الفلاح بحضر خسر موسمه وما في جيبه، لا في ينقل موسمه ولا في جيبه من أمه من الشجرة أمه، وفسد انتهى، ونحن مقبلين على باب شتاء ما معه ثمن المزوط عبي وما معه ثمن الموني.
يعني الموسم خسر للفلاح نهائيا، انتهى موضوعه، انتهى عنده، يعني صار على الصفر. نتيجة القصف الهمجي الذي تتعرض له القرية من قبل العصابات الإرهابية، سواء بقذائف الهاون أو بقذائف المدفعية المباشرة، فتعطلت مدارسنا، والآن حتى هذه اللحظة لا يوجد مدارس، وقد يكون في المدى المنظور أيضا لا يوجد مدارس طالما هذا الحصار موجود وهذه العصابات موجودة. الشرفاء بسوريا صامتين، لا يمكن، لا يرضوا الذل ولا بزمانهم، لأنه بيعتبروا هذا عار عليهم، الذل عار للرجال. نحن ببلدنا، حماة أرضنا وعرضنا ووطننا. في الأيام الأخيرة دخل المسلحين إلى أراضينا الزراعية اللي بيعب تعيش منها المواطنين وعب يقتاتوا منها وعب لقمة العيش وعب أمنوا منتهم ومعيشتهم كلها من هالأرض، كان من أشجار التفاح ولا من أشجار التين. فهذا الإرهابي اللي إجى من آخر الدنيا لهون لحتالي يقلعنا من أرضنا، خسي أن يقلعنا من أرضنا. فكان ابني من في المقدمة من المقاتلين الذين تقدموا ليطردوا هؤلاء من أرضنا، فكانت نصيبه أنه يستشهد على أرض بلده وأرض وطنه وتحت شجرة التفاح اللي هي مصدر معيشتنا في قرية الحضر. ستبقى حضر شامخة بشموخ جبل الشيخ، صامدة بصمود أهلها، متحدين كافة أنواع الإرهاب والإجرام الذي يمارس بحقها، ومتحدين العدو الإسرائيلي الذي يحاول إقامة منطقة عازلة بالقرب من حضر. لقناة الإخبارية السورية، علي الأحمد، ريف القنيطرة. ساعتنا مستمرة وفيها القوات العراقية المشتركة تقضي على عدد من إرهابي تنظيم داعش في محافظتي نينوى والأنبار. ابقوا معنا. سوريا تؤكد أن مساهمة القوات الجوية الروسية بمكافحة الإرهاب في سوريا عملية شرعية ودستورية وتتوافق مع القانون الدولي.
القوات العراقية المشتركة تقضي على عدد من إرهابي تنظيم داعش في محافظتي نينوى والأنبار. والجيش اليمني يستهدف سفينة حربية إماراتية في المخا ويقتل العشرات من الجنود على متنها. بمناسبة مرور عام على المساهمة الروسية في مكافحة الإرهاب في سوريا، صرح مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين بأن مساهمة القوات الجوية الروسية في مكافحة المجموعات الإرهابية في سوريا جاءت بناء على طلب الجمهورية السورية، الأمر الذي يعطي هذه المساهمة الشرعية الدستورية، كما أنها تتوافق مع القانون الدولي. بمناسبة مرور عام على المساهمة الروسية في مكافحة الإرهاب في سوريا، صرح مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين بأن مساهمة القوات الجوية الروسية في مكافحة الإرهاب في سوريا جاءت بناء على طلب سوريا، الأمر الذي يعطي هذه المساهمة الشرعية الدستورية، كما أنها تتوافق مع القانون الدولي. المصدر قال إن العمليات التي قامت بها القوات الجوية الروسية بالتعاون مع سلاح الجو السوري أدت إلى مكافحة فعالة للمجموعات الإرهابية، كما أنها أثبتت جدية ومصداقية روسيا في مكافحة الإرهاب، خاصة لجهة الدعوة إلى التنسيق مع الحكومة السورية. الخارجية السورية أكدت كذلك أن المساهمة الروسية أدت إلى ضبط سرقة النفط السورية من قبل داعش وحرمان هذا التنظيم الإرهابي من أحد المصادر الرئيسية لتمويل أعماله الإرهابية. كما أكد المصدر الرسمي أن الدعم العسكري الروسي قد أدى إلى التضييق على المجموعات الإرهابية ومنع قدر الإمكان انتشار الإرهاب إلى دول أخرى، مبينا أن الجهد العسكري الروسي في سوريا يأتي تجسيدا للعلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين الصديقين، والتي لم تقتصر على الدعم العسكري فحسب، بل في العمل السياسي والتنسيق الرفيع والمتواصل بين البلدين للوصول إلى حل سياسي للأزمة في سوريا. واختتم المصدر تصريحه بالقول إن سوريا تجدد الإعراب عن الامتنان لروسيا الاتحادية شعبا وقيادة لوقوفها إلى جانبها ودعمها المتواصل من أجل القضاء على الإرهاب وتعزيز صمودها وإعادة الأمن والاستقرار. نشر موقع The Intercept الإخباري تقريرا داخليا مسربا للأمم المتحدة يكشف أن الإجراءات الاقتصادية القسرية وحادية الجانب الأمريكية والأوروبية ضد سوريا تضرب المواطنين السوريين وتتسبب بشلل العمل الإغاثي الإنساني فيها. كشف موقع The Intercept الإخباري عن تقرير داخلي مسرب للأمم المتحدة ينتقد الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب والاعتداءات الإرهابية على سوريا التي تسببت بحسب التقرير بزعزعة استقرار جميع قطاعات البلاد، محولة إياها من بلاد مكتفية ذاتيا إلى بلاد تعتمد على المساعدات، لافتة إلى صعوبة وصول المساعدات جراء تلك الإجراءات التي تمنع وصول الأدوية والمعدات الطبية وحتى مضخات المياه وقطع الغيار وغيرها. التقرير المسرب جاء في 40 صفحة يقيم الأثر الإنساني لتلك الإجراءات أحادية الجانب التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها من أكثر الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب بعيدة المدى وأكثرها تعقيداً والتي فرضتها أنظمة على الإطلاق، وأنها جعلت من تحويل الأموال إلى داخل البلاد أمراً شبه مستحيل، لأن البنوك تحجم عن معالجة العمليات المالية المتعلقة بسوريا حتى عندما تكون المعاملات قانونية، وذلك نظراً لخطورة تكبدها رسوم المخالفات، وهو ما أدى إلى ظهور شبكة غير رسمية وغير منظمة
من محلات الصرافة التي تفتقر للشفافية، الأمر الذي سهل على التنظيمات الإرهابية كداعش والقاعدة تحويل الأموال التي لم يتم كشفها، كما أن صعوبة تحويل الأموال تمنع مجموعات الإغاثة من دفع أجور الموظفين والموردين المحليين، وهو ما أدى إلى تأخر أو منع تقديم المساعدات الإنمائية في سوريا. كما يبين التقرير أن العقوبات فاقمت أزمة الغذاء وتدهور الرعاية الطبية، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات أدت إلى تراجع نظام الرعاية الصحية من خلال إجبارها عددا من معامل الأدوية التي لم يتم تدميرها بشكل كامل على الإغلاق جراء القيود المتعلقة بالمواد الخام والعملة الأجنبية. دمرت المقاومة الوطنية اللبنانية مربض رشاش لإرهابي تنظيم داعش في شرود عرسال شرق لبنان. وذكرت قناة المنار أن المقاومة استهدفت وبعد رصد دقيق لتحركات آليات الإرهابيين مربض رشاش من عيار 23 مليمترا لتنظيم داعش الإرهابي في جبل حرف الموصل عند أطراف جرود عرسال في البقاع الشمالي، ما أدى إلى تدميره وقتل وإصابة طاقمه. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن استمرار مقاومة الشعب الفلسطيني وتمسكه بمبادئه ستفشل كل ممارسات ومخططات الكيان الصهيوني اليائسة في سلب حقوق الفلسطينيين. وقال قاسمي في تصريح بمناسبة ذكرى انتفاضة القدس إن إجراءات الكيان الصهيوني الظالمة في سلب حقوق الفلسطينيين وتهويد القدس وتدنيس وتخريب المسجد الأقصى وبناء المستوطنات وقتل وسجن وتعذيب الرجال والنساء والأطفال كانت محط استياء من قبل المجتمع الدولي. القوات العراقية المشتركة تقضي على عدد من إرهابي تنظيم داعش في محافظتي نينوى والأنبار وتعتقل إرهابيين في قاطع العاصمة. مع اقتراب بدء العملية العسكرية لتحرير مدينة الموصل من إرهابيي تنظيم داعش، تبدو عمليات القوات العراقية المشتركة أكثر دقة وتحقيقا للإصابات في صفوف الإرهابيين. الطيران الحربي استهدف رتلا لتنظيم داعش الإرهابي يضم سيارات بعضها يحمل أسلحة ثقيلة قرب مدينة الموصل، ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين. وفي سياق متصل، قضت القوات الأمنية على عدد من إرهابيي داعش خلال إحباط هجومهم على معسكر الكيلو 35 في قضاء الرطبة غرب محافظة الأنبار. مصدر في قيادة عمليات الأنبار أكد أن قوات الجيش المرابطة في قضاء الرطبة صدت هجوما لعصابات داعش وأحرقت عددا من آلياتها الحربية وقتلت عددا منهم. المصدر أفاد بأن مرتزقة تنظيم داعش الإرهابي فجروا وسرقوا قبورا ومواقع أثرية جنوب غرب المحافظة. وكان الطيران العراقي دمر معملا لتفخيخ السيارات في محافظة الأنبار استهدف تجمعا للانتحاريين من تنظيم داعش الإرهابي مع سياراتهم شمال محافظة صلاح الدين. وفي بغداد اعتقلت الأجهزة الأمنية خلية إرهابية كانت تخطط لاستهداف المواطنين والأجهزة الأمنية في منطقة الغزالية غرب العاصمة العراقية. وإلى اليمن، حيث كلف رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور بتشكيل حكومة إنقاذ وطني في اليمن. يشار إلى أن بن حبتور حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة التجارة في مدينة لايبزغ الألمانية، وهو رئيس لجامعة عدن منذ العام 2008، وله العديد من الكتب والمؤلفات في الاقتصاد والإدارة. الجيش اليمني يستهدف بهجوم صاروخي سفينة الحربية الإماراتية سويفت قبالة السواحل اليمنية في المخا ويقتل العشرات من الجنود على متنها. في عملية عسكرية نوعية استهدف الجيش اليمني بهجوم صاروخي السفينة الحربية الإماراتية سويفت قبالة السواحل اليمنية في المخا، وأظهرت الصور تدمير السفينة بالكامل ومصرع العشرات من الجنود على متنها. احنا واقفين لهم بالمرصاد وإن شاء الله نتحرهم إلى مواقعهم خاسرين إن شاء الله،
وإن شاء الله واقف لهم وحتى آخر قطرة دم من دمائنا. ميدانيا أيضا نفذ الجيش اليمني واللجان الشعبية هجمات صاروخية عدة على مواقع لقوات النظام السعودي في عسير ونجران، كما تمكن من صد زحف للمرتزقة في منطقة الغيل بالجوف، فيما تدور معارك عنيفة في مأرب يحاول خلالها المرتزقة السيطرة على صرواح ومناطق في نهم. نحن الجيش واللجان الشعبية نتصدى للقوات السعودية المرتزقة والأمريكية الإسرائيلية، ونكون لهم بالمرصاد الجيش واللجان الشعبية. إنسانيا، وصل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين إلى صنعاء للإطلاع على الوضع الإنساني الذي خلفه العدوان السعودي على الشعب اليمني. لقد تلقيت تقارير كثيرة حول المعاناة الموجودة هنا، وحضرت لأشاهد بنفسي ما يحدث في اليمن. هذه زيارتي الثانية، فقد كنت في صنعاء في زيارة سابقة في أغسطس 2015. لا يعول اليمنيون كثيرا على الموقف الأممي لوقف العدوان بقدر ما يعتمدون على تضحيات الجيش وعملياته النوعية التي يعتقدون أنها كفيلة بإجبار العدو على التوقف وإعلان الهزيمة. عبدالله اليوسفي، الإخبارية السورية، صنعاء. قتل 3 أشخاص وأصيب 3 آخرون في هجوم إرهابي بانفجار عبوة نازفة زرعها إرهابي جماعة أنصار بيت المقدس في منطقة سبيكا على طريق العريش شمال سيناء. التقرير التالي والتفاصيل. قتل 3 من عمال شركة الكهرباء المصرية وأصيب 3 آخرون في انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابي ما يعرف بجماعة أنصار بيت المقدس التابعة لتنظيم داعش الإرهابي. العبوة استهدفت سيارة تابعة للشركة في منطقة سبيكا على طريق العريش شمال سيناء. وأعلن مركز الإعلام الأمني المصري عن مقتل 5 جنود مصريين من قوة قطاع الأمن المركزي في العريش بسيناء بعد أن فتح مسلحون النار عليهم. وفي السياق ذاته تمكنت أجهزة الأمن المصرية من قتل 3 إرهابيين وإصابة 7 آخرين في تبادل لإطلاق النار في شمال سيناء، فيما أصيب 8 شرطيين في استهداف مدرعة شرطة بعبوة ناسفة، فيما عثر على رأس من دون جثة ملقى على أحد طرق مدينة رفح. وتشهد مصر موجة عنف ضد الجيش وخصوصا في شمال سيناء معقل جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية، والتي غيرت اسمها رسميا إلى ولاية سيناء منذ إعلانها مبايعة تنظيم داعش الإرهابي، ويعتقد أنها وراء نشاط الجماعات الإرهابية في سيناء. قتل 10 من إرهابي تنظيم داعش خلال معارك مع قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية في مدينة سرت شمال البلاد. التفاصيل في هذا التقرير. تقدم جديد تحققه قوات حكومة الوفاق الليبية في معركة تحرير سرت، هذا ما أكدته القوات الحكومية خلال معاركها في الحي رقم 3 شرق المدينة. القوات الحكومية أشارت إلى مقتل ما لا يقل عن 10 من إرهابيي تنظيم داعش كانوا يحاولون التسلل والهرب، بما تمكنت مقاتلات حربية تابعة لسلاح الجو الليبي من تنفيذ 6 طلعات جوية قتالية مهدت لتقدم قوات المشاة في الحي السكني. واستأنفت قوات حكومة الوفاق الوطني في 18 من الشهر الماضي عملياتها العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي في سرت بعد نحو 2 أسبوع من توقف القتال الدائر هناك لطرد التنظيم من المدينة. سياسيا، تستضيف العاصمة المصرية خلال الشهر الجاري جولة جديدة من المحادثات الليبية لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين. الاجتماع المرتقب الذي تنظمه جامعة الدول العربية يعد أول الفعاليات التي تطلع بها الجامعة العربية بشأن الوضع في ليبيا بعد أن دمر ذاك البلد. دعوة مباشرة من الجامعة لحلف الناتو للتدخل فيها، إجراء شكل سابقة لجامعة يفترض أن تكون عربية بدعوة الغرب الاستعماري لإسقاط بلد عربي بالقوة، وهي الدعوة التي تكررت في تجارب لاحقة أبرزها كانت ضد سوريا.
ساعتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. أردوغان يمهد للتنصل من معاهدة لوزان الدولية للسلام. ابقوا معنا. أردوغان يمهد للتنصل من معاهدة لوزان الدولية للسلام. صحيفة نيويورك تايمز تكشف أن المرشح الجمهوري للرئاسة ترامب تمكن من تفادي دفع الضرائب لنحو 20 عاما. والمجريون يصوتون على قرار توزيع اللاجئين والمهاجرين في الاتحاد الأوروبي. تصريحات رئيس النظام التركي أردوغان التي انتقد فيها معاهدة لوزان للسلام الموقعة في عام 23 والتي بموجبها رسمت أو رسمت حدود تركيا المعاصرة. مواقف تتكامل وتكشف من جديد حقيقة الأطماع التركية في دول الجوار. bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok. أردوغان يعود مجددا لإحياء إضغاط أحلامه في عودة السلطنة العثمانية. إثارة ملف اتفاقية لوزان بعد 93 عاما على توقيعها واستصدار موافقة برلمانية على تجديد منح الصلاحيات للجيش التركي بالإمعان بالعدوان العسكري على سوريا والعراق، مؤشرات خطيرة تدل بوضوح على نية أردوغان الاستمرار بإخلال المواثيق والاتفاقيات الدولية. فأردوغان الذي أكال المديح قبل شهرين فقط على اتفاقية لوزان التي وقعتها تركيا مع دول الحلفاء عام 1923 ووصفها بالانتصار التاريخي، عاد اليوم يناقض كلامه ويتهجم على من يصفها بالانتصار، ملمحا في ذات الوقت إلى رغبته بالعودة عنها عبر التشكيك بمصداقيتها وتلميح صورة اتفاقية سيفر الاستعمارية التي كانت قد منحت تركيا آنذاك الهيمنة الاستعمارية على مناطق جغرافية في العراق وسوريا
مثل الموصل وحلب وجزر اليونان وقبرص أيضا، ويتضح من دعم أردوغان للإرهابيين حلمه باحتلال هذه المناطق، ولكن يبدو أنه لم يتعلم الدرس كيف طرد السوريون وشعوب المنطقة أجداده من هذه الأرض، كما لاقت تصريحات أردوغان انتقادات خارجية حادة. كذلك زعماء المعارضة التركية حذروا أردوغان من مغبة فتح ملف هذه الاتفاقية التي أسست لبناء الجمهورية التركية. كمال كلتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري انتقد بشدة تشكيك أردوغان باتفاقية لوزان، متهما أردوغان بالدفاع عن حلم السلطنة. لماذا تطرح الآن قضية اتفاقية لوزان؟ لوزان بمثابة سند تمليك الجمهورية التركية بالنسبة لنا. نحن ندافع عن لوزان وأنت تدافع عن اتفاقية سيفر. نحن ندافع عن أنقرة وأنت تدافع عن اسطنبول. نحن ندافع عن الجمهورية التركية وأنت تدافع عن الخلافة. إن كنت لا تعرف التاريخ فاطلب مختصا ليرويه لك. دولة باتشالي رئيس حزب الحركة القومية بدوره دعا أردوغان للكف عن الإدلاء بتلك التصريحات التي تشكل إخلالا بالاتفاقيات الدولية وتهدد بزعزعة الأمن في المنطقة، فيما ذهب الكاتب التركي باسكين أوران إلى حد وصف الهدف من وراء إثارة هذا الملف بإعطاء صفة الشرعية للعدوان العسكري التركي على أراضي دول الجوار وخاصة في سوريا والعراق. معاهدة لوزان وقعت في تموز عام 1923 بين بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان واليونان ورومانيا ويوغسلافيا سابقا من جهة، وتركيا من جهة أخرى، ووضعت الوثيقة حدودا جديدة لتركيا بعد انهيار وتفكك الإمبراطورية العثمانية. اعتقلت قوات النظام التركي شقيق الداعية فتح الله جولن بحجة التحقيق في المحاولة الانقلابية التي شهدتها تركيا في 15 من تموز الماضي. وذكرت وسائل إعلام تركية أن قطب الدين جولن المتهم بأنه عضو في منظمة إرهابية مسلحة اعتقل في مدينة أزمير على ساحل بحر إيجا ووضع قيد التوقيف الاحترازي. وكان فتح الله جولن أكد في عدة تصريحات سابقة أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان يقف وراء المحاولة الانقلابية، وأنه خطط لها منذ سنوات لاستخدامها في تعزيز قبضته على السلطة من خلال عزل واعتقال المعارضين لنظامه بحجة تورطهم فيها. كشفت صحيفة تايمز الأمريكية أن المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب تمكن على الأرجح من تفادي دفع الضرائب لنحو 20 عاما. الصحيفة التي كانت أعلنت الأسبوع الماضي تأييدها للمرشحة الديمقراطية للرئاسة هيلاري كلينتون أوضحت أنها حصلت على وثائق حساسة بشأن الملف أو ملف ترامب الضريبي، وقالت أنه استفاد بصورة كبيرة من خسائر بقيمة تقارب المليار دولار أعلن أنه مني بها منذ عام 1995، وهو ما جعله يتفادى الاقتطاع الضريبي المعادل لدخله ويدفع ضرائب أقل حتى عام 2013. مني رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بشبه خسارة في الاستفتاء الذي دعا إليه حيال سياسته الرافضة لخطة توزيع اللاجئين التي أقرها الاتحاد الأوروبي. وبالرغم من فوز معسكر الرافضين لإعادة توزيع اللاجئين داخل الاتحاد الأوروبي بنسبة ساحقة تقدر ب 95%، إلا أن الاستفتاء فقد شرعيته إذ أنه لم يحقق نسبة المشاركة المطلوبة من الأصوات والمتمثلة ب 50%. تذكير بعناوين ساعتنا الإخبارية. القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تدعو جميع المسلحين إلى مغادرة الأحياء الشرقية لمدينة حلب. وحدات من الجيش والقوات الرديفة تستعيد السيطرة الكاملة على مشفى الكندي. بلدة حضر في ريف القنيطرة صامدة رغم إرهاب التنظيمات المدعومة إسرائيليا. سوريا تؤكد بأن مساهمة القوات الجوية الروسية بمكافحة الإرهاب في سوريا عملية شرعية ودستورية وتتوافق مع القانون الدولي.
وكان في ساعتنا أيضا القوات العراقية المشتركة تقضي على عدد من إرهابي تنظيم داعش في محافظتي نينوى والأنبار. نهاية ساعتنا الإخبارية لهذا الصباح. يا مرحبا.